طيب قولي لي يا ريهام، لما قابلتي بقى زوجة شريف السابقة، ده موقف يعني يبقى مليان تنشن وكهرباء، ودول قعدوا يحطوا صورك وصور منا ويقولوا بقى لا مين احلى مين. ما انا مش فاهم المقارنات دي، انا مش قادر افهم ايه بيختاروا لك يا شريف. بيختارونا ليه؟ يا ايه فكره المقارنه يعني؟ يعني هل واحد لما يكون يتجوز واحده شكلها كويس ايش دخل ده باللي بعديه؟ مش هم بيختاروا لنا احنا الاثنين يعني، بيبقى في كمان يعني بيقولوا لي لا ليه ما يعني انا ما طلبتش من حد رايه في شريف، ولا شريف طلب حد من حد رايه فيا. في الاخر اي اتنين بيختاروا بعض بناء على رغبتهم هم، يعني اي اتنين طبيعيين بيحبوا بعض بيتجوزوا. ما حدش بيجي كده يروح قال لهم لا انتوا ما تنفعوش، انا مش شايفكم لايقين على بعض بصراحه. يعني انا حاسه انه بعد كده يعني انا حاسه انه بعد كده بسنين مش كتيره يعني، لو واحد جه يتجوز واحده او واحده جت تتجوز واحد هيعملوا فوت على فوت على الانترنت. احنا لاقيين على بعض يعني، ولا انا حاسه ان في حاله ما تاخذنيش، حاله مش عايز اقولها حتى بالعربي حمق، في حاله عبط شويه. يعني انا يعني ما اعرفش هل الناس هي اللي بقت بتسيب مساحه واسعه جدا للاخرين هم يتدخلوا، ولا الاخرين هم اللي لقوا المساحه والله دي. والله لا، اللي عمل ده السوشيال ميديا. ايوه صح، فكره السوشيال ميديا. السوشيال ميديا فتحت كل حاجه على بعضها، يعني حاجه زي الانستجرام دي بقت بالنسبه للناس يعني مصدر للصور وللنميمه وللحاجات، وبقت الناس بتنزل صوره. الناس دخلت حياتك جوه الشخصية. حياتك الشخصيه انت يعني في انستجرام حاطه صورتك مثلا، ومن حق اي حد ياخد صوره شخصيه جدا ويعمل بيها خبر من لا شيء. بالظبط.